محمد زمولي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة العرب التبسي تفقد جملة من المشاريع، أهمها مجمع للمخابر العلمية، مشروع القطب الجامعي للثمانية آلاف مقعد، إضافة للحي الجامعي الذي تبلغ طاقته 4000 سرير، كما عاين ظروف التكفل بالهيئة العلمية الساهرة على التكوين. الدراسات الاستشرافية التي قمنا بها على المستوى الوطني والتخصص الذي سنليه أو سنعطيه لكل منشأة من منشآت التعليم العالي على المستوى الوطني. فيه نقطة مشتركة بين مختلف مؤسسات التعليم العالي وهي النوعية. الآن لابد من التركيز على النوعية وإلى الأهمية الكبرى لهذا الجانب. توفير ما يكفي من هياكل جامعية بيداغوجية وضمان التكفل النوعي للطلبة الوافدين على عالم البحث العلمي أهداف تتوخاها الهيئة الوصية من خلال برامجها المسطرة.